الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة النقاش. يا أستاذة فريدة صباح الخير يا فندم. صباح النور، كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيبة وبالصحة والسلامة يا رب. الله يخليكي، أهلا وسهلا. الحقيقة الظاهرة اللي انتم بتتكلموا عليها دي حاجة مخيفة، ولكن أنا لا أريد أن نبالغ في الأمر، لأن هذه الحوادث ما تزال حوادث فردية. لا نستطيع أن نقول أن في مصر ظاهرة منتشرة اسمها خطف الأطفال، ومع ذلك فهذا شيء جديد على المجتمع المصري، لابد أن نحلله تحليلا عميقا حتى نقطع الطريق على تحول هؤلاء المجرمين إلى عصابات منظمة تخطف الأطفال وتطلب الفدية وتقتلهم في قبل أسبوع. طلب أحد الخاطفين فدية من أسرة في الصعيد، ورفضت الأسرة أن تدفع وأبلغت البوليس فقتلوا الطفل. يعني هناك إجرام لابد من الوقوف في وجهه بمنتهى القوة، سواء بالقانون أو بثقافة بتثقيف المجتمع لحماية الأطفال عبر الإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية. هذا على المدى القريب، ولكن الاستراتيجية بعيدة المدى من وجهة نظري تتأسس على اكتساس الفقر من المجتمع المصري، لأن هؤلاء الذين يفعلون ذلك في الغالب العام، لا أريد أن أعمم، هم مدفوعون باحتياجاتهم المالية وبالجشع الذي علمهم المجتمع الاستهلاكي، علمه لهم المجتمع الاستهلاكي، فتخلصوا من كل نوازع الضمير والأخلاق والقيم ليخطفوا الأطفال وفي بعض الأحيان يقتلوهم. أستاذة فريدة، ممكن تسمحي لي أختلف مع حضرتك هنا في حاجة؟ اتفضلي. المتسول اللي بيتقبض عليه وبيلاقوا عنده عمارات بمعنى الكلمة، ودي أكيد مش تهويل من الموضوع، وفي يعني حالات كتيرة حصلت قبل كده، يعني بيلاقوا عنده فلوس كتيرة، ملايين، عمارات بنيها أو كده. ما ده يا فندم، مش الفقر هو اللي مخليه كده يعني. فهنا يا فندم في حتة غياب ضمير برضو. أنا المفروض عن طريق القانون، ودي يمكن كانت الجزئية التانية اللي كنت حاسأل حضرتك عليها، انه النائب محمد ابو حامد النائب البرلماني مقترح تقديم قانون، مناقشه قانون يغلظ العقوبه، لعقوبه الاعدام، تطبيق عقوبه اعدام على من يثبت تورطه في خطف الاطفال. بتشوفي ده ازاي يا فندم؟ انا موافقه تماما، بس هقول فكره صغيره حول المتسولين. لا نستطيع ان نقول ان كل المتسولين او كل اطفال الشوارع هم اغنياء ويدعون الفقر. لا، ما حدش بيقول كده يا فندم، لا طبعا. فاذا لابد ان نضع عنصر الفقر واحيانا الفقر المدقع في الاعتبار ونحن نحلل الظاهره، بالرغم من المظاهر الاخرى التي تتحدثين عنها. وهو انا في استكمالي للتحليل السريع ارى ان المجتمع الاستهلاكي علمهم الجشع والطمع والتطلع الى الكسب دون عمل. هذه هي تداعيات النزعة الاستهلاكية الفظيعة التي تسود في المجتمع المصري وتدفع بعض الناس إلى ارتكاب الجرائم مثل ما يحدث مع اختطاف الأطفال. بس احنا في موضوع خطف الأطفال ده يا أستاذة فريدة، وأنا واثقة لحضرتك يعني طبعا هتكوني مؤيدة للكلام ده، احنا أمام جريمة وحشية بشعة. فكرة ان انا اخطف طفل واحرق قلب ام واب عليه ويعيشوا طول حياتهم او مش عارفين الولد حصل فيه ايه وتعامل بيه ايه او البنت حصل لها ايه. صحيح، هم يعني بلاء عظيم. يعني يخطفون الاطفال يدفعون بهم الى التسول، هذه ظاهرة معروفة. يا ريتها على التسول بس يا استاذة فريدة. انا مع فكرة تغليظ. يا ريتها على التسول بس، يا ريتها على التسول فندم. ده في اطفال لقوهم
والعياذ بالله يا رب ما يكتب على حد ابدا، متفضيين اعضائهم من جوه متفضيه يا فندم، تجاره اعضاء. ايوه بيع الاعضاء. ايوه طبعا يا استاذه فريده، فاحنا مش بنهول، دي حقيقه، دي جرائم بتحصل صحيح. فاحنا كل اللي بنقوله بس انه عندنا دلوقتي واحده ست اتقبض عليها بالفعل، لابد من تغليظ العقوبه. هو ده. مع النائب الذي طالب بتغليظ العقوبه، لو أعدمت هذه المرأة سوف يرتدع بعض الآخرين. بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذة الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة النقاش. هو ده، هي كلمة أستاذة فريدة الأخيرة دي، لو تم تطبيق العقوبة وتغليظ العقوبة على هذه السيدة، الست اللي اتقبض عليها دي بتاعت اللي بتخطف الأطفال من المول بتاع 6 أكتوبر هايبر ون، لو اتغلظت العقوبة عليها دي، لو أخذت إعدام إذا ما تشكل لدى القاضي طبعاً اليقين ان هي مذنبه، لو جبنا نجيب استثناء من رئيس الجمهوريه، نجيب استثناء من المجلس الاعلى للقضاء، انا ما اعرفش الحقيقه قانونا ممكن تمشي ازاي، ممكن يبقى اللي انا بقوله ده قانونا ما ينفعش يتعمل، لكن انا بقول اللي كل ام واب بيقولوه دلوقتي، يا ريت نشوف العقوبه القاسيه الرادعه على هذه السيده عشان تكون عبره لاي حد بعد كده لسه بيخطف اطفال.